هي حلال كده؟ ايوه يا حاجه، يعني حرام ليه؟ طيب يا حاجه، عشان انا ما شئتش بيها. لما خدتها صراحة ربنا أنا مش هكدب عليك، خدت رحت وزحت على زمايلي في المستكة اللي فيه النصيب، ورجعت تاني على البيت. قلت مثلا إيه زي ما ربنا قال من الدق جنيه، يعني طلع منه على قد ما تقدر. طلعت 1000 جنيه وزحتها على زمايلي وبره زمايلي، وخدت 2000 جنيه. أنا كان نفسي وأمنية حياتي نطلع الحج. انا عايز اعرف ايه اللي بينك وبين ربنا عشان كل ده يحصل بسببك. مفيش حاجه غير اني بطلب منه، ما بطلبش من اي حد. هو حاسس في حاجات ما بتتحكيش، هو حاسس باللي انا فيه.